السلام عليكم ورحمة الله. كدير اخوت بخير مزيان؟ تسلع يلا دخلت. المهم تسلع انجليز شي حاجة مزيانة اللي خصو شي حاجة مرحبا. المهم تسلع هادي كاينة في مدينة مراكش بالضبط عند واحد السيد صديقة ديالنا في مدينة مراكش يلا دخلت تسلعها. المهم الناس اللي قرا من مراكش والنواحي ديال مراكش اللي خصو شي حاجة هادي انجليز شي حاجة مزيانة يعني سلعة نقية يعني هادي كتمشي اللي بغيتي فهمتي. بغيتي تاخد العدد كونتيتي كتير مرحبا، بغيتي تاخد لي ديتاي مرحبا. المهم كون شوية ديال العدد وصافي 4-5 بياسات واللي قريب مرحبا. المهم هادي بالنسبة لهاد المسألة هادي. بالنسبة للناس اللي بغات الكونتيتي عاوتاني كتيرة لوطا، راه كاين عاوتاني هاد السلعة هادي. هاد السلعة هادي راه فيها في يعني في الطوناج اللي بغا عاوتاني مرحبا. المهم بالنسبة للأثمنة يعني راه مانقدرش نقول لكم الأثمنة باش يبقى هداك الشي يعني على حساب باش تبقى الأمور غادا كما هي. هاديك الساعة ملي يبغي يشوف واحد شي حاجة راه مرحبا، غير الله يجازيكم بخير. بغيت نناقش معكم واحد المسألة. أغلبية ديال الناس دابا كيلحق كيصيفط لك ميساج فهمتي، كيصيفط لي ميساج. أنا الخوت ما كن أغلبية ما كنجاوبش على الميساجات يعني باش ما ياخدش بنادم عليا فكرة غلط. دابا شحال من واحد ما كتجاوبوش ميساج، تيصيفط لك ميساج ما كتجاوبوش، كياخد عليك فكرة غلط، كيقول لك هذا ما فهمتي، ما بغاش يتواضع معنا ولا ما بغاش يتكبر علينا ولا. انا ما عنديش اخويا الوقت مازال، انا ممكن نكون خدام يعني عندي بزاف تشغالات صراحه يعني باش نبقى نشد ميساج. راني قلتها ديجا باش نشد ميساج ونبقى نجاوب واحد بواحد، راه كنهضر مع دابا هو دابا بنادم الخوت يعني كيشوف غير مساله وحده. جات هاد الفرصه هادي نهضروا فيها ماشي مشكل. بنادم دابا كيشوف غير انه هو واحد راه ما هضرتش معاه، ولكن الا دخلتي عندي الواتساب راه كتلقى العشرات ديال الميساجات. راه ماشي غير واحد يعني، كل واحد اللي بغيت نهضر معاه في ميساج راه خصني واحد الوقت طويل يعني. جاو غير 10 الناس وضربه وبقيت كتهضر معاهم راه مشكله يعني. مثلا تنقول لبنادم اما اوديو ولا ابل. الناس اللي شاريه بالمعقول دابا اغلبيه الناس اللي شاريه بالمعقول كتستيف وكتعيط لك ابي فهمتي، هذاك تنعرفو شاري. بنادم اللي باغي يسول حتى هو مرحبا، صيفط ليا ميساج ويسول ونجاوبو ما كاينش مشكل. كاين عندي الوقت راه كنجاوب، ما كاينش عندي الوقت راه حتى يكون عندي الوقت وكندخل الواتساب ونجاوبك ما كاينش مشكل فهمتي. هذا هو اللي كاين باش بنادم ما ياخذش عليا شي نظره غلط يعني. اللي صيفط ميساج راه ما غاديش نجاوبو باش تكون واضح. ما عندكش الوقت ولا ما عندكش كيفاش دير تهدر، تا يكون عندك اخويا الوقت وتكون في راحتك وهاديك الساعة صيفط اوديو مرحبا. المهم باش تكون واضح انا الخوت باش تا واحد ما يدي عليا شي فكرة غلط. والمهم اللي خاصو هاد السلعة هادي مرحبا، يلا اللهم يسر. المهم بالنسبة للاخوة اللي يسولوا على يعني على السلعة، انا تذكرت هاد المساله. السلعه مخلطه يعني فيها الرماش، فيها يعني قميص تيشورت سروال شورت الرومي ديال النساء، فيها سروال ديال النساء ديال هاواي يعني السلعه مخلطه يعني جميع اصناف السلعه كاينه مرحبا يعني باش ربنا يدم شنو كاين. وبالنسبة للعدد ديال الكولية راه فيها هادو تتكون الكولية فيها 70 كيلو يعني الخنشة 70 كيلو باش تعرفوا شنو كاين. المهم تنحاول نعطيكم لي ديتاي ديال هاد السلعة هادي، والله المستعان نطلبوا من الله التيسير للجميع. يلا الله يعاون الخوت. هنا عندنا الدراري الصغار، نكشي الدراري الصغار تبارك الله مخلط كل شيء زين. الخير موجود تبارك الله، الخير موجود.
كيلين دخلنا شي 70 كيلو كتير داكشي تبارك الله.